السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نشوف كيف بدنا نعمل كنباية ونعطيها خامة الجلد. أول حاجة راح نيجي نعمل إيدين الكنباية، راح اختار ريكتانجل اوكي، راح اعمل له كونفيرت تو ايزابل اسبلاين فيرتيسيز، راح اختار النقطتين اللي فوق يبقوا سموث بالشكل هذا. اوكي راح اعملهم اكسترود اوكي، راح اعمل نسخة منها شيفت، هي كمان نسخة تانية كوبي، الغي الاكسترود الموجودة فيها وافعل خاصية خطوط، اجي هيك شكل جيد، اعمل نسخة تانية شيفت واسحب الكنباية عشان تنحط هانو، هاي كوبي اوكي، راح اجي هنا واعمل تشامفر بوكس ارتفاع ونخليه شوية تشنفر اوكي، راح اخذ نسخة منه اعملها دوران شيفت بزاوية 90 درجة واعمل كوبي وخليها هي الظهر تبع الكنباية تيالي، هذول التنتين بدهم رفع شوية لفوق بهيك شكل، هيك صافي عندي منظر كنباية متواضعة. ممكن هذه لو صغرنا ارتفاعها شوية بهيك شكل بكون وضع مش بطال. اوكي اجي احط عليها الجناب تبعون الكنباية، راح اختار برضو تشامفر بوكس، اجي من نافذة التوب اعمل الجنبية تبعت التشامفر بوكس، اعمل شيفت وحاول يجيب ثلاثة زي بعضهم، هاي فسختين عشان يصير في عندي ثلاث فرشات، يبدو انه الثلاث فرشات اللي عندي انه شوية تصغير شوية صغيرة همسك الاولانية واجعل خصائصها تقل هيك مناسب او كمان شوية من نفس التوب، حاول اضبط مكانهم تاني اجيبه شوية اوكي، والتالتة بهيك شكل نوسطها بهيك شكل كتير جيد. نفس الشغل اعمل شيفت واعملهم دوران بزاوية 90 درجة عشان يكونوا هدول هم الظهر، كوبي واجي ارجعهم لورا
هيك شكل لما يرتفع لفوق. يعني بتهيأ لي منظرها كنباية مش بطالة. الحكمة عندي اني انا اخلي المظهر ده كله على انه عبارة، الكنباية ده عبارة عن جلد او القماش تبعها عبارة عن جلد. راح اعلم على الجسم تبعي كله وافتح الماتيريال اديتور، راح اعطي assignment للماتيريال هذه للجسم تبعي كله، وبالتالي كله صار عبارة عن شكل رمادي. لو انا خليته مايل على سواد اي اوكي، بيجي تعمل رندر مش عندي اي مشاكل. اوكي راح اجي انا على الماب البامب، راح اختار سيليولر. اجي اشوف شو صار عندي. بين في عندي التعرجات تبعت الجلد. اول حاجة انا محتاج اني اخلي فيه لمعة للجلد تبعي. شوف هيك اوكي. التجعودات هذه حجمها كبير شوية، لو انا رحت عليها والسايز خليته اقل، خلي 4 او نقول خلي 3 واعمل رندر اشوف النتائج كيف. اوكي بنفع اختار انا فراكشل هنا ورندر، اعطاني احساس ان في عندي بالجلد مباشرة، بين عندي انه مكسي بالجلد هيك شكل. احاول العب في القيم واحصل على افضل نتيجة. اوكي يمكن انا هيك كبيرة كتير، انا عايز تبقى شوية اصغر وهيك برضو صغير كتير، عايز احصل على قيمة وسط صغير، يعني يمكن 4.5 يعطيني نتيجة افضل. اوكي راح اجي على الخامة اللي عندي، خلي اللون اكثر سوادا واعمل رندر. اوكي حاول نلعب في القيم عشان نحصل على افضل نتيجة. هيك كتير غامق. اعمل رندر هيك وضع افضل. لو انا جيت من هنا فتحت الجلد شوية بحصل على خامة مشابهة لخامة الجلد اللي بتنحط على الكنبيات. هيك شكل مرضي نسبيا. لو انا قللت البامب شوية اوكي ويعطيكوا العافية. خلينا نكمل. لو انا اجيت احط له ارضية راح اجي على بلان واحط ارضية للكنبيات اللي عندي او للكنبية اللي عندي. الارضية هذه انا لو حاولت افصلها واخليها مبينة على انها مبلطة، لو انا شفت هيك
جيدة، لكن مش مبلطة. عشان أبلطها بنفع أبلطها من خلال الخامات. لو جبت عليها خامة وربطتها فيها الخامة، أنا عايز أعطيها ألوان. اللون اللي عندي أنا راح أستخدم ماتيريال اسمها تايل، اوكي. بينفع لو انا عرضت عملت فيو راح اشوف الخطوط اللي عندي. انا عايز العب في القيم تبعتها شوية، فانا عايز مثلا ازيد الخطوط هيك كتير. انا عايز يبقى مثلا 12 في 12 تقريبا، هيك الوضع جيد نسبيا. خلينا أصغر المسافات اللي بين البلاط هيك شكل أشوف، أوكي. لو أنا عايز أصغر شوية كمان شوية صغيرة المسافات هذه، هيك الأمر بتاعي شوية مرضي. أنا عايز الأرضية تبعتي أعملها حواف، راح أجي على تايل في الماب وأخذ نفس الخامة اللي أنا حطيتها وأحطها في البامب إنستانس، وبالتالي لما أجي أعمل رندر راح ألاحظ إنه بتعطيني إحساس إنه البلاط أو الفجوة تبعته داخلة جوا، أوكي. لأنه محفر القيمة هيك شوية عالية، تريدك 30 كانت مناسبة، أوكي. عايز أخلي الأرضية هذه فيها شوية لمعة، راح اجي على ريفليكت واستخدم ري تريس، اوكي. طبعا راح الاحظ انه المشهد عندي شوية تقل، عملية الريندرينج لاحظت انه اعطاني اللمعة تبعت البلاط الكراميكا. بنفع انا اخفف اللمعة شوية، النص هيك الامر افضل وارتب، اوكي. خلينا احاول اعمل منظر نقفة او وازة، خلينا نشوف ايش بطلع معنا. لو انا عايز اجي اعمل لاين هنا وفي اللاين، ينفع انا اضيف النقطة هان، شغلة زي هيك اقيم منها خاصية enable render view واحاول اعمل نسخة منها shift واقول له ريفرنس واطبق عليه المدفر اسمه ليث زي ما تعودنا، اضبط اعداداته. خلينا نشوفه من هنا،